تشرقي يا شمس إنا باشتياق للصباح، يومنا يوم جديد شق أثواب الكفاح، غنت الأطيار لحنا عانقت وجه السماء، تبعث الشوق إلينا عبر ألحان الغناء، كلنا فأل جميل ووئام وسلام، ننشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام، يوم جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من يوم جديد. خليني أقول لكم هالدراسة. بينت الدراسات الدولية أن من بين كل 1000 عملية جراحية ينسى الأطباء أدوات في داخل جسم المريض في 18 عملية منها، وكذلك فإن من بين كل 100,000 عملية جراحية تجرى عملية جراحية واحدة في العضو الخطأ من جسم المريض. الأخطاء الطبية هذا شيء وارد، ولذلك أحببنا أننا نتعرف على هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلا ودقة حتى يكون حديثنا على بينة بإذن الله. في جلسة مستشار يوم جديد اليوم سيكون معنا الدكتور أحمد فادن، استشاري جراحة، نتحدث معه عن الأخطاء الطبية. واليوم في فقرة، يعني في فقرة الراصد، سنعرض لكم مجموعة من ما كان يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك فقرة تفاعلية ستكون أثناء الراصد بإذن الله، مداخلة هاتفية ومختارات من اليوتيوب أعدها لنا الزملاء، وجولة صحفية مع الزميل عوض البكاري. قبل أن نبدأ في يومنا الجديد، خلونا مشاهدين الكرام نقف وإياكم وما أحوجنا دوما أن يكون لنا وقفات تدبرية مع القرآن، إشراقة قرآنية. يوم جديد وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. أيها الأحبة، نعم، هي حقيقة لا مفر منها أبدا. الصغير والكبير، والعالم والجاهر والجاهل، والنبي وغير النبي، والرسول وغير الرسول، ونعم وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. أيها الأحبة، لماذا نسينا الموت؟ لماذا تناسينا الموت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، أنا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أقول بكل أسف، انفتاح الدنيا علينا، انفتاح النعيم والخير والمال والمتاع على الناس، أنسى الناس هذه الحقيقة: إنك ميت وإنهم ميتون. والله يا إخواني، لو كان هناك أحد سيخلد لخلد نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. الموت لا والدا يبقي ولا ولدا، هذا الطريق إلى أن لا ترى أحدا. كان النبي ولم يخلد لأمته لو خلد الله خلقا قبله خلدا. اللهم صل على رسول الله. أيها الأحبة، قضية لا بد منها. الصغير والكبير سيموت، الغني والفقير، العالم والجاهل، نعم، أين نفر؟ لا يمكن أن نفر أيها الأحبة، سنلقى الله سبحانه وتعالى شئنا أم أبينا. جاء في بعض الروايات قيل نوح عليه السلام وقد عاش أكثر من 1000 سنة: يا نوح صف لنا الدنيا. قال: كأنها دار لها بابان، دخلت من واحد وخرجت من الآخر. هذه الدنيا وهذه حقارتها. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. أيها الأحبة، لا بد أن ننتبه لهذه القضية. نبينا وحبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر من ذكر هادم اللذات، وفي رواية هادم اللذات ومفرق الجماعات. لماذا أيها الأحبة؟ حتى لا نغفل، لا ننام، لا نكسل، لا نركن إلى الدنيا، وإنما نحن في جد واجتهاد في الليل وفي النهار حتى نلقى الله سبحانه وتعالى.
لذلك أيها الأحبة لا بد للمسلم والمسلمة دائما وأبدا أن يستشعروا هذه الحقيقة. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خواتيمنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يوم جديد انشر البشرى بفجر جاء من بعد طلع. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، فقرتنا اليوم في الراصد هي مجموعة من التغريدات والصور ومقاطع الفيديو التي اختارها لنا زميل عبد الرحمن باوزير. من الصور التي انتشرت البارحة في وسائل التواصل الاجتماعي وحققت أكثر من 7000 ريتويت في تويتر و1000 إعجاب على صفحة الشيخ إبراهيم الحارثي بالفيسبوك، صورة لمعلم يربط حذاء طالب، وعلق الشيخ الحارثي على الصورة بقوله: هذا هو المعلم الذي نريد، رفع الله قدرك وكتب أجرك أيها الكبير الرائع. هذه الصورة مشاهدين الكرام ستكون هي فقرة التفاعل معنا في يوم جديد. في آخر فقرة إن شاء الله في حلقتنا اليوم سنأخذ تعليقاتكم على هذه الصورة من خلال وسم برنامج يوم جديد، هاشتاغ يوم جديد، ننتظر فيه مشاركاتكم وتعليقاتكم على هذه الصورة، صورة المعلم الذي يربط حذاء الطالب، وكذلك نستقبل فيه اتصالاتكم ومداخلاتكم الهاتفية لمن أراد أن يتواصل معنا. ننتظر تعليقاتكم على الصورة وسنعرض الصورة إن شاء الله. لو تعطونا الصورة مرة ثانية بعد إذنكم. هذه الصورة هي التي ستكون عنوان فقرتنا التفاعلية في آخر الحلقة. من تغريدات تويتر الأكثر ريتويتا البارحة ب1200 ريتويت، هذه التغريدة للكاتب عبد الله الداود والتي كتب فيها: غفلة الأخيار عن إصلاح المجتمع هو السبب في انتشار الفساد، فما استطاع السامري إضلال بني إسرائيل إلا بعد غياب موسى، وحينها أضلهم فعبدوا العج. صحيح، نحن بحاجة كبيرة جدا إلى أننا نكون في وعي، وكنت بالأمس أقرأ يعني مقال للشيخ خالد المصلح يتكلم فيه عن أثر الإعلام، وقال يمكن مما زرعه الإعلام في نفوس بعضنا من النواحي السلبية أن الإنسان قد يرى فيه المنكر والفساد ولا يستطيع أن يتكلم، فحتى يألف الإنسان حتى يألف قلبه هذا المنكر فيصبح الأمر لديه طبيعيا. وهذا لعله من الغفلة التي يعناها الدكتور عبد الله الداود في هذه التغريدة، عندما نغفل نحن أفراد المجتمع عن الإنكار والتذكير ينتشر الفساد، واقتبس هذا من قصة السامري في إضلال بني إسرائيل. راصدنا يقول: من الصور المتداولة البارحة في هاشتاغ سيلفي مع الهيئة النشط صورة لشباب اليوتيوب وهم يلتقطون لهم صورة بطريقة السيلفي مع الشيخ عادل المقبل رئيس هيئة الفاروق والفيصلية بالرياض. جميلة هذه الروح المجتمعية والروح الأخوية التي نلمسها نحن دوما من أفراد مجتمعنا، وهذا دليل على بذرة الخير في قلوب الجميع. طبعا حمى السيلفي هذه أصبحت عند الجميع، يعني الحين ما عاد كل واحد يلقط سيلفي يعني شغال، لكن إن شاء الله يجعلنا من يسخر هذه التقنية في الخير دوما. من مقاطع اليوتيوب العالمية الأكثر مشاهدة ب 12 مليون مشاهدة في 10 أيام مقطع لانفجار بركان في غينيا، تم تصويره من داخل قارب صغير أثناء عبوره من بحيرة تمر بجانب ذلك البركان، وقد أدى هذا الانفجار إلى بعثرة السحاب. فلنتابع هذا المقطع. يوم جديد. Watch out for the shock, it's coming. Toledo.
that is something again. يوم جديد انشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام جاء من بعد الظلام. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في مستشار يومنا الجديد. معنا الدكتور أحمد فادن استشاري جراحة المناظير. حياك الله دكتور أحمد. حياك الله. الله يعطيك العافية. شكرا لاستضافتكم. الله يعطيك العافية. المجد دائما مرحبة بجميع الزملاء من الجانب الطبي. جزاكم الله خير على هذا الاستضافة. بارك فيك. نحن بكم دوما نتكامل دكتور أحمد. ممكن نحن اليوم هندخل معاكم شوية كذا في غرفة العمليات والجراحة, ودائما الناس تتناقل يعني يمكن النجاحات شوية ما تركز فيها, لكن تركز في الإخفاقات وتسوي من الحبة قبة. يعني مثلا في إحصائية إنه ما بين يعني كل 1000 عملية جراحية ينسى الأطباء أدوات في داخل الجسم في جسم المريض في 18 عملية منها, وبين كل 100,000 عملية جراحية تجرى عملية جراحية واحدة في العضو الخطأ من جسم المريض. الناس تأخذ هذه العملية الواحدة وتنسى 100,000 وتبدأ تتكلم وتروح. عشان كده أنا خليني أبغى أفهم أو أستوعب الإطار العام لمعنى الأخطاء الطبية. إيش معنى أخطاء طبية لما نقول حدث خطأ طبي؟ طيب طبعا اللي ذكرته واقع نعيشه الآن. جميل. بواقع الإعلام وصلنا قرية صغيرة وجميع الـ 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 الأحداث اللي تحدث في المجال الطبي بتطلع للمجتمع بشكل كبير وسائل التواصل الاجتماعي وسريع بعد من غرفة العمليات على طول جدا يعني. ممكن بالصوت والصورة تلاقي واحد معاكم في الفريق قاعد يصور. نعم. فأنا أحب أنوه في البداية أنه الأخطاء الطبية لها تعريف, وليس هناك فرق كبير ما بين خطأ طبي أو مضاعفات العلاج. فالأخطاء الطبية هو عبارة عن حدث خاطئ طبي حدث نتيجة قصور في التعامل. جميل. مع المريض, وهذا جدا مهم أنه نعرف أنه هو نتيجة قصور في التعامل مع المريض سواء في علاجه أو تشخيصه أو متابعته أو التعرف على المريض. هذه كلها تندرج تحت مسمى الخطأ الطبي. أما المضاعفات الصحية هي الإجراء الطبي السليم حسب المعايير العالمية والمتعارف عليه طبيا أجري بشكل سليم, ولكن حدثت مضاعفات لهذا الدواء مثلا أو لهذا الإجراء سواء جراحي أو غير جراحي أو إعطاء دواء. لأنه كما هو معروف أنه أغلبية الأدوية هناك لها أثار جانبية على الكلى أو على الكبد. الإجراء الجراحي هناك مضاعفات متعارف عليها عالميا سواء من التهابات جروح سواء من مشاكل داخل العملية نتيجة صعوبتها مثلا, وهذا المفترض أنه يكون المريض وذويه على علم من قبل الإجراء. فهذا تقييم مفهوم شامل للأخطاء الطبية. جميل. طيب لو جينا نتكلم عن يعني إيش هي أبرز أسباب الأخطاء الطبية هذه؟ طبعا الخطأ الطبي احنا نرجع بالتعريف مرة أخرى, قلنا حدث خاطئ طبي نتيجة القصور في التعامل مع المريض أو سواء أنا قلت التعامل لأنه معنى أشمل سواء في التشخيص أو في العلاج. فأسبابه تكون في 3 محاور جدا مهمة. المحور الأول هو الإنسان وهو الطبيب. ممكن يكون هو مقصر, ممكن يكون مرهق, ممكن يكون شهاداته على غير ما هو من ما هو محترف, ما عنده كفاءة عالية. هذا الجانب الإنساني. الجانب الآخر الإمكانيات. ممكن هو جدا ممتاز بس ليس لديه الإمكانيات إنه يعمل عملية بهذا الحجم أو إمكانية إعطاء دواء. الدواء جدا غالي, إعطاء دواء أقل قيمة بس مضاعفاته أكثر. هذا الجانب الثاني. الجانب الثالث وهو أهم جانب أنا أعتبره إنه مهما توفرت كل الجوانب الاثنين هذه اللي قلنا الإمكانيات وكفاءة الطبيب أو الممارس الصحي بشكل عام, لأنه ممكن الخطأ الطبي يحدث من مرض أو مساعد. جميل مرض. وأنا بحاجيك من المتسببين. بالضبط. فهذا الجانبين, الجانب الأساسي والأخير والمهم جدا اللي هو الإجراءات والسياسات لإجراء العمل الطبي. إحنا شلون يعني سياسات؟ نعم. إجراء العمل الطبي سواء التعامل في إعطاء الدواء أو إعطاء محلول أو إعطاء دم أو إجراء عملية, هناك سياسات متعارف عليها عالميا أنه
هذه هي اللي لازم نتبعها. مهما كان الطبيب حرفي ممكن يتوه انه يتعرف اول شيء على زي ما تفضلت على الجهه, جهة العملية أو العضو المراد بتره. هناك إجراءات لازم قبل العملية يتم التحقق من ماهية المريض, هويته أهم شيء, المرض اللي يعاني, نوع العملية, نوع التخدير, أشعة المصاحبة للتشخيص, التشخيص السليم, هذه كلها قبل إجراء العملية. وهذه إجراءات متبعة, لازم متبع جميع المستشفيات. وهذا هي توجه وزارة الصحة إلى 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 مجال الجودة, لأنه العمل الطبي من غير جودة هو للأسف سيكون عمل إجرامي, لأنه لا يمكن أن أنا أعمل إجراء جراحي من غير ما أتحقق من ماهية مريض مثلا. ممكن خلط, ممكن أحمد سعيد محمد أحمد يتشابهوا, صحيح ولا لا؟ ممكن العمر واحد, ممكن الجنسية واحدة, فلازم ماهية التحقق احنا في العمليات حتى لو في اشياء بديهية يعني موجودة لابد من لازم التحقق ورقيا, عشان كذا هناك زي صورة الحاجة ندرس صورة المريض, جدا مهمة ان اعرف انه نطابق صورة المريض مثلا مع رقم الملف الطبي مع الورقة اللي وقع عليها المريض موافقته على اجراء العملية وتوقيعه بالعلم بجميع الاجراء الطبي سواء جراحي او اعطاء دواء او اعطاء دم, لازم يوقع. وهذه رسالة لجميع المرضى اللي يتنوا في المستشفيات, يجب عليك ان تعرف طبيبك, يجب عليك ان تعرف تشخيصك, يجب عليك ان تعرف ماهية الاجراء اللي يجرى. كلها حقوق للمريض, لابد ان يعرف اكيد, ولا يمكن. عشان كذا انا بركز انه الاجراء سياسات والاجراءات الطبية لازم تكون مقننة, نعم, ومعممة على جميع المستشفيات في المملكة. وهذا التوجه الآن في تطبيق نظام الجودة الشاملة في جميع منشآتنا الصحية, وصار ركن أساسي الآن هي في يعني خلال يمكن الخمس سنوات السابقة تركيز جدا كبير عليها من قبل الوزارة ومن قبل جميع المنشآت الصحية سواء وزارة الصحة أو غيرها, إنه تطبيق أنظمة الجودة فيها. جميل. طيب خلينا نقول الـ يعني ذكرت انت مثلا من الاسباب قد يكون نفسه الانسان المشارك في العمليه. عاده المتسببين في الخطا الطبي مو شرط انه يكون الطبيب, قد يكون مثلا من اعوان الطبيب يعني ممرضين مثلا. نعم, ممكن يتدخلوا في الاخطاء الطبيه. اكيد اكيد. يعني هناك تحيه ارسلها لجميع الكادر التمريضي. التمريض للعلم يمكن 70% من الممارس الصحيين في المملكة هم تمريض, لأنهم الجانب الكبير. يعني نعم, نعم, هم أول شيء هم الفئة الكبرى في المجال الصحي التمريض. الشيء الثاني هم الفئة المصاحبة للمريض بشكل مستمر, يعني هم موجودين معه بيقيسوا ضغطه ونبضه, في ناس في كل ساعة, في ناس كل ساعتين, كل ست ساعات. الطبيب يمكن يشوفه مرتين في اليوم, بس الممرض بيشوفه كل ساعة, ساعة ست ساعات وكل ساعتين. فالخطأ الطبي ممكن يحدث عن من أي ممارس صحي, وتعريف الممارس الصحي هو أي إنسان ذو كفاءة صحية وطبية يتعامل مع المريض, سواء كان طبيب, سواء كان ممرض, سواء كان مساعد صحي, سواء كان فني, سواء فني أشعة, فني مختبر. نعم, فني المختبر ممكن يخطئ في التعرف على يخلط ما بين, نعم, زي ما حدث انتم كلكم عارفين الخلط ما بين مثلا نتيجة مريض من نتيجة مريض آخر, ممكن ينتهي بكارثة. صحيح. مجرد خطأ, مجرد يعني عدم اتباع نعم عدم انتظار يعني تتبع أنظمة الجودة, انه لازم يتحقق من اسم المريض, لازم يتحقق من فصيلة الدم, وزي ما تكرمت هذه كلها جدا مهمة. وهذه يعني جميع الممارسين الصحيين لازم يتبعوا أنظمة الجودة, سواء طبيب, ممرض, مساعد صحي او فني, بكل يعني بكل اصنافهم, سواء فني فني أشعة او فني تخدير او اي فني. جميل. طيب نحن من خلال الفريق الاعداد من عدلنا يعني موضوع الاخطاء الطبيه, مرت علينا معلومه غريبه شويه, انه يعني مثلا من انواع الاخطاء الطبيه في خطا طبي غير مقصود وخطا مقصود. يعني معقوله في خطا طبي مقصود؟ هذه يمكن الكلمه ذي القيت جزافا. ما اعتقد انه ممارس طبي او طبيب او ممرض يقصد انه يؤذي مريض. ممكن هم الخطأ الطبي اللي ناتج عن إهمال واضح, لا مبالاة,
مثلا الطبيب ما تعب نفسه مثلا شيك على او تحقق من ماهية المريض هذا هو ولا مو هو اللي بيسوي العملية. يعني في السياسات خلل في السياسات يعني تعرف الاعلام شوية بيزيد يعني ضغط على المجال انه يقول لك انه هذا مقصود، بس ما اعتقد، لانه لو كان الخطا الطبي مقصود هذه جريمة، هذا اجرام صار ما صار. فانا ما اعتقد انه كنا في محلها، انه الغالب انه خطا غير مقصود، بس هو اهمال يعني اهمال اكثر، لكن هو نتيجته تصبح يعني بهذه الطريقه. يعني مثلا اهمال السياسات، يعني تتوقع انه طبعًا يعني هذا اهمال السياسات، ايوه يعني يكون وارد. يعني بالمناسبه انا مثلا احد الزملاء يحكي لنا، في احد اصدقائه كان عنده مشكله في العيون، فراح يكشف وقالوا له ممكن اسوي لك العمليه اليوم. طبعا في الاجراءات انه في تحليل، لانه في بعض الناس ما عنده قابليه انه يعمل العمليه هذه. المشكله انه الطبيب قال له نتوكل، هو الظاهر 1 في 1000 من الناس اللي يجرى لهم تحليل غير مناسب نسوي عملية. مستشفى أهلي، فقال له يلا توكلنا. قال له إيش رأيك نسوي لك الثنتين؟ قال له توكلنا على الثنتين. فخرج الرجل أعمى. يعني هنا ممكن تقول أنت يعني هذا خطأ طبي مقصود، لأنه قد يكون في جانب مثلا حرص سواء مالي، إهمال من الطبيب، أو اعتماده على ذاته بشكل كبير في إدخال السياسات. يعني هذا وصلت لجريمة، لأنه جرف هناك محاكم شرعية، أول شيء مجالس طبية، ثم في شرع وفي قاضي وفي للأخطاء الطبية، لو ثبت عليه الخطأ صار جرم، انتقل من خطأ طبي صار جرم شرعي إذا ما فيها. جميل. طيب خلينا نحن نقول ماذا بعد الخطأ الطبي، يعني من يتحمل المسؤولية؟ هل مثلا القطاع الصحي الذي مثلا تولى، هل هو مسؤول عن تحمل كل ما ينتج عن هذا الخطأ الطبي، سواء كان من عملية أخرى أو أن القضية متروكة إلى هذا؟ لأن حتى نحن ثقافتنا الحقوقية يعني معدومة. يعني يجي المريض بس يقول تكفون، ما يعرف ما له وما عليه، لما يخرج يروح يعني يستنجد بهم يقول تكفون، شوفوا لي يعني ماذا بعد، مع أنه قد يكون هذا حق من حقوق. وكيف نحن يعني نفهم ما يحق للمريض من هذه الأخطاء الطبية؟ سؤال جميل. الأخطاء الطبية اللي بتحدث يعني ما بقول إنه كثيرة، بس موجودة، هي واردة. طبعًا العمل البشري عرضة، طبيعي. يعني نحن برضو ما نتعامل مع ملائكة في المستشفيات، هم بشر يعني. بالضبط. بعد حدوث الخطأ الطبي هناك لجنة الآن، إذا ما كان جميع المستشفيات، ما أعتقد أغلبها، جميع المستشفيات في المملكة في سياسات متبعة عند حدوث أي خطأ طبي واضح أو حتى غير واضح، يجب التحقيق. أول شيء تسجيله على موقع الوزارة. الآن جميع المستشفيات موصولة بما يسمى بالمراجعة الكلينيكية إلكترونيا. إذا حدث خطأ في أي مكان في المملكة من 270 مستشفى أو 250 مستشفى، جميعها تصب في منبع واحد، موقع الوزارة، بيدخل فيه الخطأ الطبي الذي حدث، ويدخل فيه أيضا نتائج التحقيقات اللي حدثت ومرئياتهم. إحنا ما نرى أنه الخطأ الطبي اللي حدث أنه على طول العقاب، يجب أن نعرف، نتحقق لماذا حدث هذا الخطأ، من هو المتسبب فيه، من هو المتسبب. وقبل العقاب يجب إصلاح الخطأ. صح. يجب إصلاح الخطأ أول شيء. من هو المتسبب في الخطأ هذا؟ هل هو إمكانيات، زي ما نرجع للمربع الأول، هل هو إمكانيات، هل هي قوة عاملة سيئة غير كفؤة، أو أنها سياسات غيابها في هذا الإجراء. الغالب يكون أحد هذه الأشياء. وبعد التحقيق في هذه القضية، سواء هذه الأخطاء الطبية، هناك تقرير كامل بيرفع للوزارة وبيرفع على مستوى المنطقة. وإذا عرف أن هذا المتسبب والله كان طبيب أو ممرض، يحال من لجنة طبية إلى اللجنة الشرعية لاتخاذ الإجراءات الشرعية ضده، سواء دية أو غرامات أو إبعاد، أيا كانت العقوبات، لأنه بتحول للجانب الشرعي خلاص، بس الجانبية الطبية تخلص بعد كذا، يبدأ الجانب الشرعي. هذا ما بعد. جميل. طيب خلينا، أنا أبغى أعرض لك مجموعة من الإحصائيات وأبغى تعليقك عليها وأبغى تفسير، يعني إذا كان ممكن. بلغ مجموع قضايا الأخطاء الطبية المعروضة على الهيئات الصحية الشرعية في المملكة خلال السنوات الماضية 5105 حالة طبية. هل وجود الهيئة ووعي ثقافة الناس زاد من معرفة الأخطاء الطبية لهم،
أو أنه أول كان المرض حتى لو صار له خطأ طبي هذا قضاء الله وقدره واصبر واحتسب ويروح ويمشي في حاله يصلح خطأه. نعم الأخطاء الطبية الآن بدأت تطفو إلى السطح. لماذا؟ لأنه أول شيء الوعي وعي المواطن زاد، تقنين داخل المستشفيات وإثبات الحالات بدأ يزيد، لأنه يعني قبل 4-5 سنوات ما كنا ما في ريجستريشن، ما في تسجيل للحالات. جميل. فإذا رجعت للتسجيل ما في تسجيل حالات، فطلع لك الإحصائي مثلا 9 حالات في السنة، هذا غير ممكن. النسبة العالمية أكبر بكثير، مثلا عندك أمريكا وهي دولة عظمى فيها وفيات من الأخطاء الطبية تتجاوز 120,000. أستراليا تجاوز حتى مع توفر إمكانيات، لأن بعض الناس عندنا هنا يقول أنتم ما عندكم إمكانيات، حتى ربع الإمكانيات عندهم أخطاء. دول عظمى. جميل. عندك بريطانيا 43,000 وفية من غير المصابين، المصابين يعني مو وفيات من الأخطاء الطبية في أمريكا تجاوز المليون. تجاوز المليون اللي هو يصاب بس سواء في عضو أو في آخر بس ما توفى قريب المليون، وهذه نسبة كبيرة. بس هناك عندهم نظام إنه بيسجلوا جميع الحالات. فهنا بدأ الحالات بتزيد لأنه نتيجة تسجيل في وعي وفي أمانة في العمل وفي نظام، في نظام حكمهم لازم نسجل الحالات. جميل. مو عشان نعاقب. جميل. عشان نصلح من المكان ونصلح من لو عرفنا أن مستشفى ألف في منطقة معينة يحتاج لها نظرة أخرى، إمكانياتها ضعيفة، الكفاءات اللي بتروحها ضعيفة، تطبيقهم للنظام ضعيف، هذه كلها لازم احنا نتحرك كمنسوبين للوزارة انه والله لازم نحسن من ذا المكان. جميل. وهذا اللي رفع الوعي. طبعا انت لو لاحظت الارقام كبيرة بس بعد التحقيق في اللجان الطبية تلاقي اللي اثبت فيها الخطأ الطبي اقل من 20-30%، وبعضها يكون صحيح. إيه. بس ليش الصحيح قليل؟ لانه هذا ينوم برضو على وعي للمجتمع. الان احنا بطلع على قناة المجد منتشرة في كل المملكة اقول انه لازم نعرف ثقافة الخطأ الطبي. ليس وما هو الخطأ بالضبط الطبي؟ يعني اي مضاعفات ليس التواصل لها ما بين التواصل ما بين الطبيب والمريض والمرض صحة، المريض لازم يكون تواصل اخوي يبين له الاجراء. ممكن العملية هذا ممكن يصير لك كذا وكذا وكذا. عدم معرفة المريض يجعله انه والله لا الطبيب ما قال لي انه ممكن يصير سخونة مثلا، بدل يقوم يسوي شكوى زي كذا. هذه هي بس بارتفاع الثقافة ان شاء الله حنتحسن. جميل. طيب اخيرا ابغى تعليقك على هذا الخبر اللي يقول تصدرت الرياض مدن المملكة من حيث قضايا الاخطاء الطبية بواقع 1174، تليها جدة 762، ثم عسير ب 729 قبرية. يعني هل العدد هذا، يعني مثلا واحد يقول لك طيب الرياض ما شاء الله هي فيها المستشفيات الكبيرة وفيها الأطباء والعدد كبير، وجدة يعني برضو نفس الكلام ورجعوا، إيش السبب؟ يعني هل هو يعود للإمكانيات، يعود لثقافة الناس، يعود ل والله هناك أكثر من سبب لهذا الشيء. أول شيء أنت عندك الكثافة السكانية. أنت نسبة وتناسب، ما تقارن مثلا الرياض بأي منطقة أي مدينة أخرى تعداد سكانها ما يتجاوز المليون. صحيح. صح ولا لا؟ جميل. الرياض تجاوز 6 مليون. جميل. جدة يمكن 4 مليون وشوي. فنسبة وتناسب لو رجعنا نسبة وتناسب حتلاقي مثلا حتى ظاهر أهل المدن هذه الثانية كلها بتروح على بتروح على الرياض. فالرياض يعني مضروبة في هذه الإحصائية لأنه أغلب التحويل بيكون عليها، سواء لأنه فيها أول شيء تخصصية، جميع التخصصات فيها تخصصات النادرة، فكلها بتوجه الرياض أو جدة. فهي بتاخذ العبء للمناطق مثلا الجنوبية كلها الجدة والشمالية والوسطى للرياض، فهذا بيزود العدد. بس كعدد ترى مقبول عالميا، ما وصلنا ان احنا عندنا المعدل العالمي. جميل. في معدل عالمي للاخطاء الطبيه، هي كلها احصاءات وليس مقارنات وليس شيء احد منظمه الصحه العالميه. قلت لك يعني مثلا امريكا عندك تعداد سكانها تجاوز 250 مليون، عندهم اخطاء 120,000 تقريبا وفيات قصدي، فاحنا تقريبا حول 223 مليون او شيء زي كذا. فهي مقارنات وليس اعداد حقيقيه. جميل. طيب نسبه حدوث الاخطاء الطبيه من حجم العمليات الكبيره التي تجرى في المملكه يصل الى ما يقرب 5%، في حين ان نسبه الاخطاء الطبيه داخل مستشفيات الامارات 1.5%. نرجع مره ثانيه النسبه هذه، قلت لك يعني 1.5 ل 5% عندنا الكم. انت ممكن تقول لو انت عملت عندك ضغط عمليات 10 عمليات في اليوم، نسبة الخطأ
بتزيد واردة أكثر ما تسوي مثلا عمليتين في اليوم. صحيح. فهمت علي؟ فهذه هي الـ يعني المقارنة لازم تكون عادلة في نفس نسبة العمليات نفس جميل. نسبة العدد. لأن نحن ذكرنا هذه لأنه دائما يعني شرائح المجتمع. أيوة. فنحن نبغى نوضح الصورة عشان كيف نقرأ الخبر. يعني مو أي خبر نحن نقرأ نأخذه من زاوية. أيوة. يعني يبغانا الصورة كاملة. يعني أنا أعطيك مثال مثلا عندك المراجعين المستشفيات. تتفاوت من مدن لمدن. يعني مثلا عندنا في مكة تجاوز نسبة تجاوز عدد المراجعين للمستشفى في خلال موسم رمضان 40,000 مثلا للطوارئ فقط. وهذه 40,000 لو سألت أي مستشفى في المملكة يقول لك هذا أنا أشوفه على مدى سنة. صحيح. وإذا كانت سألت في الإمارات الإخوان في الإمارات يقول لك هذا سنتين ولا ثلاث سنوات. فعشان كذا كمية العمل ضغط العمل نوعية المرضى اللي بتوافدوا على المنطقة عندنا ممكن سنهم كبير عندهم أمراض مزمنة. صحيح. غير اللي بيروح مثلا الإمارات كلهم. صحيح. وفي كمان جانب ثاني الرعاية الصحية الأولية. نعم. هذه كانت موجودة. نعم. ما هي موجودة. نعم. جميل. فهذه كلها مسببات الصراحة ما نتكلم صراحة على 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 الجانب الخطأ الطبي أو كذا لا. جميل. أنا أعتقد إنه اللود وهذه في دراسة من 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 أستراليا في كوينزلاند لقوا إنه الأخطاء الطبية بتزيد عندهم. فلما راجعوا عملوا زي الكوميتي زي الاجتماع التحقيقي ليه بيزيد الأخطاء الطبية وجدوا إنه ساعات العمل زايد على زايد على الطباء فالطبيب صار مرهق يعني فأداء عمله يختلف. بالضبط. صحيح. وجدوا إنه في الأسبوع بيطبق 60 ساعة عمل. فخلاص الطبيب بدأ إيش يفقد تركيزه وهذا سبب لما قللوا العدد قلت الأخطاء الطبية. نعم. جميل. الله ينور على قلبك والله سعدتنا يا دكتور أحمد سعدنا كثيرا بهذا اللقاء الله يعطيك العافية. الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام كان معنا الدكتور أحمد فادن استشاري جراحة المناظير وحديث علمي منطقي توضيحي عن الأخطاء الطبية. انتهت فقرة المستشار وما زال برنامجنا مستمرا. يوم جديد 25 من عمري مضت بل ربما زادت وما زدت تقى وحسرتي قد مر عمري دون ما نفع عظيم بل لقد ولى سدى 25 من عمري مضت بل ربما زادت وما زدت تقى وحسرتي قد مر عمري دون ما نفع عظيم بل لقد ولى سدى هل سوف يكتب لي زمانا مثلها حتى أعوض قبل أن يأتي الردى 20 ما قدمت شيئا إنني لا عيش حسرات على وقت مضى هل سوف يكتب لي زمانا مثلها حتى أعوض قبل أن يأتي الردى 20 ما قدمت شيئا إنني لا عيش حسرات على وقت مضى يا عبرة خنقتني حين سؤالهم كم عمرك فأصيح من عمق الأسى أنا ما حفظت كتاب ربي كله أنا ما أقمت الليل سرا في الدجى 25 من عمري مضت بل ربما زادت وما زدت تقى وحسرتي قد مر عمري دون ما نفع عظيم بل لقد ولى سدى أنا ما نهلت من العلوم كفاية أنا ما نشرت العلم في هذا المدى أنا ما قرأت ولا كتبت فوائدا تبقى إذا ما غاب جسمي في الثرى أنا ما نهلت من العلوم كفاية أنا ما نشرت العلم في هذا
المدى. أنا ما قرأت ولا كتبت فوائدا، تبقى إذا ما غاب جسمي في الثرى. أبكي إذا ما الناجحون رأيتهم في كل ميدان سباقا للعلا، محوا الظلام بعلمهم وبفقههم، قد بلغوا يا ليت شعري من وعى. 25 من عمري مضت، بل ربما زادت وما زدت تقى، وحسرتي قد مر عمري دون ما نفع عظيم، بل لقد ولى سدى. آه على 20 عام قد مضت، ضاعت بتسويف وميل للهوى، ضاعت ولكن لن أضيع ما بقي، سأشد عزمي ثم أسرع بالخطى، سأصاحب العظماء علي أقتدي، وأسير مثلهم ونعم من اقتدى، سألازم الكتب التي أهملتها، وسأستزيد من الصحيح وما حوى، وسأسعى للعليا وأشهد همتي، مخاب من لله يوما قد سعى، فأمدني يا رب عونا إنني أخشى على قدمي من حر لظى. بك أستعين إليك أمري كله، فاغفر وجللني بعفوك والرضا، فاغفر وجللني بعفوك والرضا. 25 من عمري مضت، بل ربما زادت وما زدت تقى، وحسرتي قد مر عمري دون يوم جديد. جولة إخبارية في يومنا الجديد. الخبر الأول يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة عصر اليوم فعاليات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم حج هذا العام، كما يطلق سموه الكريم حملة الرئاسة للعام الثاني على التوالي والتي تحمل عنوان خدمة الحاج وسام فخر لنا. حول هذا الخبر معنا الصحفي الزميل عبد الله الداني. حياك الله أخ عبد الله. أهلا وسهلا أخي علي. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. عبد الله سمو المملكة المكرمة هذه الأيام يعني يقوم بجهد مشكور فيما يتعلق بحفظ الجهات الحكومية الخدمية المختلفة لتقديم الخدمة المتميزة لضيوف الرحمن من خلال زيارته حفظه الله للعديد من المواقع الجهات الحكومية ميدانيا والوقوف على الاستعدادات بشكل مباشر. وكان من يعني مما ما سيكون إن شاء الله اليوم من إطلاق لفعاليات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف في استعداداتها لموسم الحج هذا العام. أخي علي أيضا سمو الأمير مشعل بن عبد الله وجه كافة العاملين في الجهات المختلفة ذات الإناقة بخدمة الحجيج في ميناء الأمة الإسلامية بواسطة بذل أقصى الجهود والإمكانات، وكذلك أيضا تقديم كافة التسهيلات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام. أيضا كان هناك جولة لسمو الأمير حفظه الله في ميناء جدة الإسلامي واستقبله خلالها وزير النقل وكذلك أيضا مدير الحج ومدير عام ميناء جدة الإسلامي وأيضا عدد من مديري الإدارات الحكومية العاملة في الميناء، واطلع سموه على جميع استعداداته وأيضا وقوفه على رصيف الركاب في الميناء لاستقبال فوج جديد من حجاج البحر القادمين لميناء جدة الإسلامي. هي حزمة من الجهود الكبيرة المتتالية
تقديم خدمة الأصليين لحجاج بيت الله الحرام، وسأل الله أن لا يحرم القائمين على هذه الأعمال أجرهم، وكذلك القادمين لأداء مناسك الحج نسكرهم أجرهم، وأيضا اللهم امين. شكرا جزيلا لك الزميل عبد الله الداني الصحفي في صحيفة عكاظ. وهناك اخبار اخرى في هذه الجولة الصحفية التي اعدها لنا الزميل عوض البكاري. يوم جديد. السعودية تستقدم اكثر من 1,000,000 عامل سنويا، والشركات لا تستثمر في الموارد البشرية. برج المملكة يواصل الارتقاء مع وصول اطول رافعة بناء برجية في العالم، وجار تركيب 6 منها في موقع المشروع بمنطقة ابو حر شمال جدة. داء التعصب الرياضي يتفشى بين الشباب في ساحات التواصل الاجتماعي. حريق هائل يلتهم مستودع ملابس في جدة ويستنفر 17 فرقة اطفاء. الغذاء والدواء تتلف 13,000 كيلو من الاغذية الفاسدة، وترفض ترخيص 188 مستحضرا دوائيا. القبض على 3 من الشباب احرقوا ثعلبا بسبب اكله 30 دجاجة في عسير، وهيئة الحياة الفطرية تطالب بعقوبة رادعة. حرس الحدود يضبط مهربي سلاحف ودلافين للمتاجرة بها وتهريبها الى خارج المملكة. كلنا فأل جميل ووئام وسلام، ننشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام، جاء من بعد الظلام يوم جديد، ننشر البشرى بفجر جاء من بعد. اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. والله ما ادري، احنا الاخبار اليومين هذه كلها كذا، ناس راحين يصيدون مدريش، وناس راح يصيدون مدريش، وناس يعذبون، الله يكفينا الشر. المفروض انه يكون درجة الوعي عندنا اكبر من كذا، ونسمع اخبار مشرقة واخبار مفرحة واخبار انجازات ونجاحات، وان شاء الله يعني متفائلين خيرا. فقرتنا هذه هي فقرة تفاعلية معكم مشاهدين الكرام. كنا قد عرضنا في بداية الحلقة، والآن نعرض الصورة مرة أخرى، صورة المعلم الذي نريد، المعلم الذي يربط حذاء الطالب في وقفة وموقف جميل، تواضع هذا المعلم وحرصه على طلابه. نسأل أن يرفع قدره وأن يكتب أجره. ونحن طلبنا من مشاهدين الكرام التعليق على هذه الصورة في وسم يوم جديد، وصلتنا مجموعة من التعليقات، وما زلنا ننتظر يعني مشاركاتكم وتعليقاتكم. من تواضع لله رفعه، نعم المعلم ونعم القدوة، يستحق الشكر والتقدير، وكثر الله من أمثاله. يوم جديد. السابرة تقول: كما بحثت الدولة مشكورة مأجورة عن المخطئين في حق الطالب والتعليم، يفترض أن تبحث عن هؤلاء المربين المخلصين لتكريمهم. وهذه في تعليق لها إن شاء الله أنا حقوله بعد شوي، بس خلينا نخلص من بعض التعليقات. من تواضع لله رفعه، نحن نذكر معلمينا بالخير لحسن، نذكر معلمينا بالخير لحسن أخلاقهم وتعاملهم الحسن. أحسن هذا المعلم. كان هذا التعليق من ملامح المجد. ليس بغريب على المعلم المؤمن المخلص بأن يكون قدوة حسنة لتلامذته، ويشملهم بعطفه الأبوي الكريم. الرحمة هبة الرحمن يهبها من يشاء من عباده، والمحروم من نزع الله الرحمة من قلبه. إن صالح الغامدي تقول: إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن أهنت طبيبه، واصبر لجهلك إن أهنت معلمه. يوم جديد، بارك الله فيه وجزاه خيرا، هكذا نحن نضع فلذات أكبادنا في مدارسهم، ونحن مطمئنون
لهؤلاء المعلمين. كان هذا التعليق أيضا من السابرة، هؤلاء هم المعلمون حقا، وهذا هو ديننا. بارك الله في كل معلم مخلص، معلم مثل هذا المعلم. هذه كانت بعض التعليقات، الله يكثر من أمثاله، ما في أجمل من أنه يكون للطلاب معلم وأب وقدوة حسنة. بالفعل يعني دائما عدسات بعض الناس ممكن أن نقول أنها لا تقع إلا على المناظر السلبية وتنقلها، في حين أنها تتجاهل كثير من المواقف الإيجابية. نحن بشر ونعلم أن هناك أخطاء، ونحن عندما نقول مثل هالكلام ما نقصد والله أننا نبرئ لأحد الخطأ أو نقول أنه هذا معه حق في أنه يخطئ، لا، الخطأ وارد، ومن أخطأ فيعاقب على خطئه، لكن أن نركز على الأخطاء فقط ونغفل الصورة الكاملة ونتجاهل المواقف الإيجابية، فأرى أن هذا ليس من العد في شيء. ويمكن الشواهد كثيرة، يعني مقطع أو مقطعين تخلي الرأي المجتمعي كله يتأثر، في حين أنه مئات المواقف للمميزين الموهوبين الناجحين لا أحد يلتفت إليها، لا أحد ينظر إليها. ولذلك كم هو جميل أن نكون يعني نعدل حتى في التقاطنا للصور، وحتى في تعليقاتنا وحديثنا عن كثير من هذه. بالمناسبة يعني برضو في تعليق، بارك الله في هذا المعلم، فإن دل فإن على شيء فإنما يدل على تواضعه، والأمل بالله عز وجل كبير، والمعلمين فيهم خير وبركة، والسواد الأعظم هم مثل هذا المعلم القدوة. لكن وجود بعض الأخطاء من بعض المعلمين فهذا لا يعمم الخطأ على الجميع. من تواضع لله رفعه، ليس بغريب على المعلم المؤمن المخلص بأن يكون قدوة حسنة. قف للمعلم هدى، تقول قف للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. بارك الله في هذا المعلم ورفع قدره. ولعل يعني من حسن يعني أدب المعلم مع طالبه، كما أن نحن طالب الطالب أن يتأدب مع معلمه، كذلك للمعلم أدب مع طالبه في أنه يكون ذا رحمة وذا عطف وذا حنان عليه. أنا أذكر لكم موقف بسيط ممكن ونختم به. أحد المعلمين، معلمي القرآن في الحرم المكي الشريف قبل يعني أعوام، أكرمه الله عز وجل بمجموعة من الطلاب الذين حفظوا القرآن بين يدي، فأصبح هؤلاء الطلاب هم معلمون في حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المسجد الحرام. يقول هذا أحد المعلمين الذين كانوا من طلاب الشيخ، كان شيخنا إذا دخل علينا المسجد ونحن ما شاء الله تبارك الله نملأ يعني الدور الثاني في حلقات تحفيظ القرآن الكريم، وقد يرى يعني عاجل بشرى أن طلابه أصبحوا معلمين، فيفرح يقول كثيرا يعني بذلك، فكان يمر علينا ويسلم علينا ويدعو لنا كثيرا. يقول في يوم من الأيام هذا المعلم أو هذا الشيخ سلم على بعض المعلمين، إلا أحد المعلمين لم يلتفت إليه ولم يسلم، فاستغربنا منه فسألناه عن ذلك، فقال إني رأيت هذا المعلم يضرب أحد الطلاب، فكان يضربه ضربا يعني مبرحا، ضرب قاسي شوي. فجاء هذا الطالب للشيخ بعد ما انتهى من حلقته، فقال يا شيخ أنا اليوم سلمت على زملاء المعلمين إلا أنا، يعني إيش السبب؟ فقال له الشيخ أنا شفت تصرف منك غريب جدا، ما كنت أتوقع يعني أن تصل بك الدرجة إلى هذا الموقف. قال يا شيخ أنا بالأمس نبهته على أنه يحفظ درسه الجديد وأكدت عليه، لكن للأسف هذا الطالب يعني لا مبالي ويلعب كثيرا، وأبوه حريص عليه وقال لي لك اللحم ولنا العظم، فقلت أنا أؤدبه بهذا الضرب لعله ينتبه ويحرص على درسه. فتعجب الشيخ وتنهد، فقال له أنت عندما كنت طالبا في مثل موقف هذا الطالب كنت تأتي بعض الأيام على حرصك ونبهتك، إلا أنك كنت تأتي في بعض الأيام لا تحفظ الدرس، ولم أكن أضربك قطعا، ولكن كنت بعد ما ينتهي الدرس بعد صلاة المغرب أنزل إلى ساحة الحرم وأطوف بالبيت سبعا وأدعو الله أن يفتح على قلبك، وبعدها في الأيام التالية تأتي وقد تحسن مستواك، فالذي ليس في قلبه رحمة لا يمكن أن يكون معلما. والله جل في علاه يقول الرحمن علم القرآن، فالرحمة أصل وأساس لمن أراد
أن يعلم. نسأل الله أن يودع قلوبنا رحمة وأن يرحمنا برحمته الواسعة. هنا انتهى يومنا الجديد، ألتقيكم على خير. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرقي يا شمس هنا باشتياق للصباح، يومنا يوم جديد شق أثواب الكفاح، شق أثواب الكفاح. غنت الأطيار لحنا عانقت وجه السماء، تبعث الشوق إلينا عبر ألحان الغناء، عبر ألحان الغناء. كلنا فأل جميل ووئام وسلام، ننشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام، جاء من بعد الظلام.